اهلا وسهلا بكم على قناة اكسب اونلاين. موضوع الحلقة دي عن اختيار الكلمات المفتاحية، هنعرف اسس اختيار الكلمات المفتاحية وكمان هنعرف فيها ازاي نقدر نحصل على الكلمات المفتاحية الصحيحة للموضوع اللي احنا بنتكلم عنه، وكمان هنشوف ادوات مهمة جدا للحصول على الكلمات المفتاحية نقدر من خلالها نحصل على ادوات مفتاحية بطريقة مجانية. اتكلمنا في فيديو قبل كده عن الكلمات المفتاحية وعرفنا ايه هي وازاي بنستخدمها في الفيديوهات، وهنلاقي اللينك بتاع الفيديو ده في الوصف بتاع الفيديو. كمل بعد الفاصل. هنبدأ أول حاجة في الفيديو بتاعنا ده إن احنا نعرف أسس اختيار الكلمات المفتاحية. عندي أربع أسس بيبقى على أساسهم إن احنا بنختار الكلمات المفتاحية للفيديوهات بتاعتنا. نيجي نشوف أول حاجة فيهم اللي هي وضوح الكلمات. لازم اختار كلمات واضحة ومعبرة للفيديوهات بتاعتي. النقطة دي مهمة جدا لأن كتير بنشوف فيديوهات يوتيوب بتستخدم كلمات مفتاحية مهمة لكن مضمون الفيديو او المحتوى بتاعه بيبقى مختلف، وده طبعا ليه تأثير سيء على القناة على المستوى البعيد، لان بكده القناة بتفقد المصداقية بتاعتها قدام المتابعين، وكل هيعرف ان انت بتستخدم عناوين وكلمات مهمة علشان تجذب الناس بس لكن المحتوى بتاع الفيديو بيبقى مختلف. مشكلة تانية بتقابلني في الحتة دي ان انا بستخدم كلمات وهمية في الفيديوهات بتاعتي، ان القنوات اللي بتعتمد على الاسلوب ده في استخدام الكلمات المفتاحية لما بيجي مستخدم بيبحث عن موضوع معين وبيطلع له النتيجة بتاعتك، وطبعا بتكون المحتوى غير العنوان، فبيبقى النتيجة دي هو مش عايزها، فبيبدأ ان هو يدخل الفيديو ويقعد جواه مجرد ثواني، ولما يكتشف ان الموضوع ملوش علاقة باللي هو بيدور عليه بيبدأ ان هو يقفل الفيديو، وده بيعلي حاجة عندي اسمها معدل الارتداد، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في الفيديو بتاع ايه هي الكلمات المفتاحية وعرفنا ايه هو معدل الارتداد وتأثيره على القناة لما بيعلى. مشكلة كمان ممكن تحصل لما انا استخدم كلمات مفتاحية وهمية او غير المحتوى اللي انا بعرضه في الفيديو بتاعي، ان ممكن حد يبلغ عن الفيديو ده ويبدأ اليوتيوب يديني انذار ان انا بستخدم كلمات مفتاحية وهمية او بستخدم كلمات مخالفة عن المحتوى اللي موجود، وممكن كمان يحذف الفيديو. نيجي لتاني نقطة في اختيار الكلمات المفتاحية وهي معدل البحث الشهري. لازم انا على اساس المجال بتاع القناة بتاعتي ان انا ابدأ احدد ايه هي اهم الكلمات اللي موجودة في المجال ده. لازم اجيب كلمات مفتاحية ليها معدل بحث شهري عالي، ما ينفعش اجيب كلمة ليها معدل بحث 100 مرة في الشهر. طب ليه؟ ايه الضرر اللي هيحصل عليا لما استخدم كلمة زي كده؟ ان انا بقول لليوتيوب ان انا عايز اظهر على 100 مرة دول، وما فيش حد بيعمل كده. احنا عايزين معدل بحث عالي علشان ابان اكتر عدد من المرات في نتائج اليوتيوب، وبالتالي احصل على مشاهدات اكتر لما تبان على كلمة لها معدل 100,000 مرة في الشهر، زي ما هيبان على كلمة مثلا ليها معدل 5,000. بالطبع الكلمة اللي ليها معدل بحث شهري اعلى هي الكلمة الاهم، وهي الكلمة اللي عليها المنافسة اكتر، وبالتالي بيبقى الربح والعائد بتاعها اكتر من اليوتيوب. يبقى انا كده مهما كان مجال القناة عندي لازم ادور على اهم الكلمات اللي بتعبر عن المجال ده وابدأ ان انا استخدمها، قلنا على اساس معدل البحث الشهري او معدل البحث عموما. كل ما يعلى كل ما يبقى افضل، وهي دي الكلمات الاهم عندي. وهنعرف ازاي في ترتيب الكلمات المفتاحية نعرف ازاي نرتب الكلمات من اهم حاجة للاقل اهمية، وعلى الاساس ده بنبدأ نستخدم الكلمات المفتاحية دي في الفيديوهات بتاعتنا وبنحطها في الوصف بتاع الفيديو والعناوين بتاعتنا. تالت نقطة عندنا في اختيار الكلمات المفتاحية وهي حجم المنافسة. لازم تبقى عارف ان الكلمات المفتاحية كل ما زادت المنافسة عليها او كل ما زادت المنافسة على كلمة معينة كل ما زاد العائد على الكلمة دي، يعني هتحقق ارباح اكتر من خلالها، لكن المنافسة طبعا هتبقى اصعب. يعني انا لما اجي ادخل في كلمة مفتاحية عليها منافسة كبيرة جدا، طبيعي ان انا مش هترتب عليها بالساهل، لازم هتعب ولازم هصرف ولازم هيكون في شغل عالي هنعرفه بعد كده علشان ابدأ ان انا الفيديو بتاعي يظهر او انه يبدأ ياخد ترتيب متقدم في نتائج اليوتيوب، علشان ابدأ اظهر وابدأ احصل على مشاهدات وبالتالي ابدأ احقق ارباح من الفيديو بتاعي ده. اخر نقطة عندي في اختيار الكلمات المفتاحية ان انا لازم اختار الكلمات المفتاحية المشابهة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما ادخل محرك البحث بتاع اليوتيوب واكتب اختيار الكلمات المفتاحية طبيعي هتظهر قدامي نتائج، لازم اعرف النتيجة الاولى والتانية على الاقل بيستخدموا كلمات مفتاحية ايه هي علشان يبانوا في الترتيب ده، وابدأ ان انا استخدم نفس الكلمات بتاعتهم هي بالظبط. ده تأثيره على الفيديو بتاعي ايه؟ اول حاجة ان هو لو ما رتبش الفيديو بتاعي ترتيب متقدم على الكلمة دي بيبدأ ان هو يحطني في الفيديوهات المقترحة
على نفس الكلمة، يعني لو أنا لقيت النتيجة الأولى بتتكلم عن الكلمات المفتاحية واستخدمت نفس الكلمات بتاعة الفيديو ده، هبدأ إن أنا في وقت من الأوقات اللي هيدخل على الفيديو اللي بيظهر في النتيجة الأولى ده هيلاقيني في الفيديوهات المقترحة ليه في المقابل كده، إن أنا ليه علاقة بنفس الموضوع أو ليه علاقة بنفس الكلمات المفتاحية اللي أنت بتدور عليها، ودي طبعا نتيجة كويسة جدا. أما بالنسبة للحصول على الكلمات المفتاحية الخاصة بأي فيديو على اليوتيوب، هتلاقي اللينك بتاع الطريقة للحصول على الكلمات المفتاحية لأي فيديو أسفل الفيديو في صندوق الوصف، وبكده أنت هتعرف الكلمات المفتاحية اللي النتائج الأولى بتستخدمها وتقدر إن أنت تعتمد عليها وإن أنت تقدر تستخدمها بكل حرية وتترتب وتظهر في الفيديوهات المقترحة. دي كده الأربع أسس اللي إحنا بنعتمد عليهم في اختيار الكلمات المفتاحية، إن أنا أختار كلمات مفتاحية واضحة ومعبرة، معدل البحث الشهري بتاعي يكون كبير على قد ما أقدر علشان يزيد معدل ظهوري في نتائج محرك البحث، وكمان حجم المنافسة لازم أراعي إن أنا لو دخلت على كلمات ليها منافسة عالية لازم أعرف إن أنا هبان بصعوبة أكتر ومحتاج شغل أكبر، وكمان في المقابل هلاقي بعد كده أرباح أعلى نتيجة استخدام الكلمات اللي ليها منافسة عالية، وكمان إن أنا لازم أراعي استخدام الكلمات المشابهة للفيديوهات المتصدرة في نتائج محرك البحث. نيجي للنقطة اللي بعد كده وهي الحصول على الكلمات المفتاحية. الحصول على الكلمات المفتاحية ليه كذا طريقة، وطبعا احنا هنعتمد في الشرح بتاعنا على الطرق المجانية. اول حاجة لازم اعرفها ان انا ممكن اجيب كلمات مفتاحية من محرك البحث بكل بساطة، محرك البحث بتاع جوجل ممكن اجيب منه كلمات مفتاحية وبشكل مجاني. نشوف ده ازاي. زي ما احنا شايفين هنا، انا دلوقتي بكتب الربح من ولسه ما كملتش، بيبدأ محرك البحث يديني اقتراحات للي انا عايزه، يعني انا مثلا عايز الربح من الانترنت، هيبدأ نلاقي لو لفيت لتحت كده هلاقي ان في كلمات مفتاحية مهمة ليها علاقة بنفس الموضوع، دي كده ممكن اقدر استخدمها واعتمد عليها ان هي كلمات مفتاحية، وطبعا انا كده بحصل عليها بشكل مجاني، ومعنى ان هي تظهر في جوجل ان هي ليها علاقة بالمحتوى اللي انت كاتبه او بالكلمات المفتاحية اللي انت بتستخدمها، معنى كده ان هي ليها معدل بحث برضو كبير، يعني دي اكتر كلمات بيتم استخدامها في الموضوع ده. يعني انا دلوقتي ببحث عن الربح من الانترنت، هلاقي ان في ناس بتكتب مواقع الربح من الانترنت الصادقة، كيفية الربح من الانترنت للمبتدئين، الربح من الانترنت 2019، كل الكلمات دي مهمة وليها علاقة بنفس الموضوع اللي انت بتبحث عنه، وبالتالي تقدر تستخدمها وتعتمد عليها كأنها كلمات مفتاحية مهمة وتبدأ تحطها في الفيديوهات بتاعتك. كذلك أي كلمة تانية، أنا هنا مثلا ببحث على الربح من اليوتيوب، هلاقي إن هنا الكلمات المفتاحية بتاعتي اختلفت، ممكن كم الربح من اليوتيوب، الربح من اليوتيوب بالتفصيل، وهكذا أقدر أحصل على كلمات مفتاحية من محرك البحث بتاع جوجل بطريقة مجانية زي ما احنا شايفين كده، أو مجرد إن أنا مثلا ما أجي أمسح كلمة هلاقي اليوتيوب بيكمل لي تلقائي من نفسه ان هو حاطط اقتراحات. طبعا قلنا كل الاقتراحات اللي بتيجي من جوجل دي اللي ليها معدل بحث شهري كبير، دي اكتر كلمات بتتكتب في محرك البحث، علشان كده هو بيقدمها لك علشان تستفيد بيها. طيب انا دلوقتي مش عايز كلمات من محرك البحث، او ما اكتفيتش بالكلمات اللي جبتها من محرك البحث، اقدر اعتمد على اداة تانية مهمة جدا للحصول على الكلمات المفتاحية في اليوتيوب اللي هي keywordtool.io. الأداة دي مهمة جدا وبقدر من خلالها ان انا اجيب الكلمات المفتاحية. انا مثلا هنا بحثت على الربح من ادسنس، اقدر ان انا احدد عايز الكلمات المفتاحية اللي ليها علاقة بالكلمة دي سواء على جوجل او على يوتيوب او امازون او بينج ايا كان اللي انا عايزه. طبعا انا هنا عايز على اليوتيوب، فابدأ احدد اليوتيوب، وكمان اقدر احدد اللغة بتاعتي والدولة بتاعتي اللي انا بستهدفها من هنا، وبكده انا اقدر اجيب الكلمات المفتاحية اللي ليها علاقة بالكلمة بتاعتي، وكمان بستهدف دولة معينة. مجرد ما بتدوس سيرش بتبدأ النتائج تظهر عندك زي ما انت شايف، الربح من ادسنس، الربح من ادسنس بدون موقع، وهكذا. كل الكلمات دي ليها علاقة بالكلمة المفتاحية اللي انا عايزها. طبعا ببدأ امسك كل كلمة وابدأ اشوف في محرك البحث عدد النتائج اللي بتظهر على الكلمة دي، وعلى اساسها ببدا اختار الكلمات المفتاحيه المهمه جدا في الكلمات دي كلها. يعني انا اكيد مش هستخدم كل الكلام ده كله، اكيد هاخد كلمات مفتاحيه اللي ليها معدل بحث شهري زي ما قلنا في النقطه رقم 2 في اسس اختيار الكلمات المفتاحيه، معدل البحث الشهري الاعلى اهم معدل بحث هبدا ان انا اعتمد عليه، وهي دي الكلمات اللي انا هاخدها. ادي كده
طريقتين، عرفنا ازاي اخد الكلمات من محرك البحث من النتائج المقترحة او الكلمات المقترحة اللي ليها علاقة بنفس الموضوع، وكمان اداة keyword tool dot io. ابدأ كمان ان انا ممكن اعتمد على اداة تانية اسمها rabbit tag dot io، برضو الاداة دي مهمة جدا، مجرد ان انا بحط الكلمة المفتاحية بتاعتي بيبدأ يظهر لي الكلمات المفتاحية اللي ليها علاقة بالموضوع وليها معدل بحث شهري كبير. زي ما احنا شايفين انا كتبت ربح من ادسنس، ظهر لي ايه؟ الربح من النت، ربح من ادسنس، يوتيوب، الانترنت، جوجل ادسنس، كل الكلمات دي ليها علاقة بالكلمة المفتاحية اللي انا ببحث عليها وليها معدل بحث شهري كبير. وبكده انا اقدر اعتمد على التلات ادوات دي ان انا اجيب كلمات مفتاحية، وطبعا بالاعتماد على الاسس اللي احنا حددناها علشان نختار الكلمات دي نبدأ نجمع كل الكلمات ونفلترها اللي ينطبق عليها الاسس اللي احنا قلناها، سواء الكلمات الواضحة او المعبرة، سواء معدل البحث الشهري او حجم المنافسة او الكلمات المفتاحية المشابهة للفيديوهات المتصدرة في نتائج محرك البحث. وبكده انا عرفت ازاي اختار الكلمات المفتاحية وادوات بتساعدني للحصول عليها. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ونشوفكم الحلقة الجاية. شكرا للمتابعة.